أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقات النقاشية من هنا من مكتبة الأسكندرية عبر شاشاتكم أونلايف. هذه الحلقات النقاشية التي نحاول فيها إلقاء المزيد من الضوء على أبرز الملفات المحلية والإقليمية والدولية. إذن تركيا أعلنتها وبصراحة أكثر من مرة أن عملياتها العسكرية ضد الوحدات الكردية التي تسيطر على عفرين لن تتوقف قبل تطهيرها على حد تعبيرها. فلماذا لم توقف تركيا عملياتها العسكرية في عفرين في ظل الهدنة التي طلبت بها الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية؟ مطالب دولية عدة طالب بها القادة الأوروبيون على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار في عموم سوريا أيضا في منطقة عفرين. الرد التركي جاء متعنتا كالعادة على لسان نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج بأن قرار وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا لن يؤثر على العملية التي تشنها بلاده ضد المقاتلين الأكراد في عفرين. فإذا كانت تركيا كما تقول أنها تحارب الجماعات الكردية تأمينا لحدودها، فلماذا لم تؤمن حدودها فقط ولم تتوغل في الأراضي السورية وتشرد الآلاف من الأسر في حرب كان هدفها الأكبر أن يستمر أردوغان على نهج أسلافه الأتراك في حربهم ضد الأكراد؟ مجلس الأمن الدولي دعا إلى تفعيل قرار الهدنة في سوريا بشكل كامل، مؤكدا أن الصراع في سوريا يهدد الاستقرار في المنطقة. خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، دعا مندوب السويد إلى تفعيل الهدنة في سوريا، حث كل الدول على إرسال مساعدات، مؤكدا أن التفاعل مع قرار الهدنة في سوريا ليس اختياريا وإنما إجباري. كما طالب مندوب السويد كل من له تأثير على مجموعة المعارضة بإيقاف العمليات العسكرية، مشددا على ضرورة أن تسمح الحكومة السورية للقوافل الطبية بالدخول إلى المناطق المتضررة من خلال ممرات آمنة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن قافلة مساعدات إنسانية وصلت إلى مدينة عفرين شمالي سوريا للمرة الأولى هذا العام. وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية أن القافلة ضمت 29 شاحنة محملة بأكثر من 400 طن من المواد الغذائية والطبية لنحو 50 ألف نازح، مشيرة إلى أنه من المعتقد أن 30% من سكان منطقة عفرين نزحوا عن منازلهم منذ بدء الهجوم التركي. تركيا رفضت وبقوة دعوات غربية لتعليق حملتها العسكرية على عفرين السورية، قائلة إن الولايات المتحدة أساءت فهم نطاق قرار للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. اتهمت فرنسا بإعطاء معلومات كاذبة عن القضية. يبدو أن تركيا عازمة على تحدي المجتمع الدولي بعد أن رفضت بقوة دعوات لتعليق حملتها في شمال غرب سوريا امتثالا لقرار مجلس الأمن بشأن الهدنة. أنقرة قالت إن قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى هدنة في أنحاء سوريا لا ينطبق على عملياتها العسكرية المستمرة منذ 5 أسابيع في عفرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصفها أنقرة بأنها جماعة إرهابية. الخارجية التركية وجهت انتقادات لاذعة لباريس، متهمة الحكومة الفرنسية بالكذب بخصوص مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس التركي ونظيره الفرنسي. كان مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن مطلب الأمم المتحدة ينطبق على كل أنحاء سوريا بما في ذلك عفرين، ويجب تطبيقه في كل مكان ودون تأجيل. كما هجمت أنقرة في بيان منفصل تصريحات الخارجية الأمريكية بضرورة تطبيق الهدنة في عفرين. إن على تركيا أن تقرأ قرار وقف إطلاق النار لترى ما الذي يقوله العالم عن ذلك. وأدى دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب في شمال سوريا إلى تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة إلى حد التأزم. وتقول أنقرة إنها بعد عفرين ستستهدف بلدة منبج السورية حيث تنتشر وحدات حماية الشعب أيضا. ودفع الهجوم التركي المستمر آلاف الأشخاص للنزوح خصوصا من المنطقة القريبة من الحدود. بدورها حذرت منظمة العفو الدولية من أن تصعيد الهجوم على عفرين يعرض حياة المدنيين للخطر.
ويرى متابعون أن تحدي أنقرة للقرارات الدولية يمثل سياسة عدائية تجاه المجتمع الدولي، مطالبين بضرورة التصدي لها من أجل وقف ممارسات تركيا التي تؤدي لتضرر الشرعية الأممية. عفرين لا تقتصر أهميتها على مجرد كونها مقر لقوات حماية الشعب الكردي التي تخشاها وتحاربها أنقرة، لكنها أيضا تفصل ما بين عدة مناطق تسيطر عليها قوات سورية معارضة للنظام السوري وحليفة لتركيا. فلماذا لا توقف تركيا عملياتها العسكرية في عفرين في ظل الهدنة؟ هذا ما سنتعرف عليه مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير تفضلوا بالبقاء معنا. إذن مشاهدينا، التوغل التركي في الشمال السوري هو موضوع حلقتنا النقاشية لليوم لإثراء الحوار في هذا الصدد. ينضم إلينا على الهواء مباشرة السيد محسن حزام، الكاتب والمحلل السياسي السوري. سيد محسن، أرحب بك على شاشة لايف. تأخر سقوط عفرين في يد القوات المسلحة التركية إلى ما يشير ذلك؟ المسألة بالنسبة للدخول التركي، أنت عارف يعني كانت بقرار الحكومة التركية تحت مدعاة الحفاظ على الأمن القومي الكردي في مواجهة الأكراد في سوريا وطموحاتهم التي تمتد من أجل تأمين حزام يشكل دولة غرب كردستان روجافا. تحت هذا المدعى دخلت قوات تركية في البداية سابقا إلى جرابلس، واليوم كان سابقا درع الفرات، واليوم قصن الزيتون إلى عفرين. تأخر دخول القوات التركية قبل أن نوصف الحدث، يعني ضمن منحى السؤال، سببه الرئيسي أن هناك توازنات ما بين الأتراك وما بين الأمريكان، لأن أمريكا هي الداعم الرئيسي لقوات حماية الكردية تحت مسمى قوات سورية الديمقراطية ضمن لائحة محاربة الإرهاب وطرد داعش، وتم ذلك. ولكن كان في البداية هناك توافقات تركية أمريكية من أجل أن تخرج قوات الحماية الكردية إلى شرق نهر الفرات. عمليا لم يتم ذلك، ولكن تركيا أرادت من منطوق حماية أمنها القومي وحدودها الجغرافية مع سوريا التي تمتد إلى مسافات تتجاوز 510 كيلومتر، هذا الموضوع دفع فيها إلى أن تقتحم الأراضي السورية وتمتلك سيادة الأراضي السورية من أجل دخول عفرين ومن أجل توازع الحصص داخل سوريا الحقيقة ما بين أمريكا والقوات الاحتلالية الباقية الموجودة داخل سوريا، إن كان في الشمال وإن كان في الجنوب. نعم، يعني هذا أستاذ محسن ينقلنا إلى السؤال الآخر. التصريحات التركية في بداية هذه العملية، عملية التوغل في عفرين، كان هذه هي الخطوة الأولى، المحطة الأولى، المحطة التالية للجيش التركي من بج. في ما له صلة بتأخر حسم الجيش التركي لعفرين وعدم قدرته على السيطرة بوجود القوات الكردية مدعومة بالقوات الحكومية النظامية السورية، هل ترى أن الأتراك سوف يصلون إلى مبتغاهم في منبج، أم أن نقطتهم الأولى والأخيرة سوف تكون في عفرين؟ أنا أرى بأن هناك توافق أمريكي تركي بعد ما حدث التصادم مؤخرا إعلاميا في المشروع التركي المبتغى في دخول الأراضي السورية، هناك خط لا يمكن أن تتجاوزه القوات التركية على الإطلاق. يعني عفرين ستكون هي الإطار الأخير لتقدم القوات التركية، ومسألة منبج هي مسألة إعلامية
تتحدث فيها تركيا من خلال حكومتها من أجل أخذ حصة أكبر في الأراضي السورية وفي توزيع تقاسم النفوذ الذي يتم لوجستيا على الأرض. علما القوات التركية نعم. الآن يعني ممتدة على مسافة دائريا في حصار عفرين على مسافة 500 كيلومتر، وهذه هذا الحصار المطبق على عفرين لو مسبقا وافقت القوات الكردية على دخول قوات الجيش السوري إلى عفرين لكانت قطعت الزريعة على الأكراد عفوا على الأتراك، وأخرت في مشروع تقدمهم في الأراضي السورية، ولكن كان هناك أيضا زريعة كردية بعدم على الجانب السياسي هي بين قوسين في مسألة تسليم كافة المؤسسات داخل عفرين إلى السلطات الحكومية، وهذا كان نقطة خلاف رئيسية في تأخر دخول عفرين. نعم أستاذ محسن، يعني حضرتك ذكرت الأهمية اللوجستية، من هذا المنطلق سواء لوجستيا أو عسكريا، هل ترى أن خريطة الأطراف الفاعلة في سوريا قد تغيرت مؤخرا؟ الحقيقة الخريطة تغيرت جدا، يعني وباستمرار الصراع في كثير من المناطق أو الاحتراب ما بين القوى الفاعلة والمتداخلة على الأرض السورية تغيرت كثير من الخرائط لوجستيا وعسكريا على الأرض. يعني على مستوى القوات الحكومية تقدمت في كثير من المواقع نتيجة الضغط الروسي، واليوم نحن نعلم بأن هناك حصار مطبق على مدينة الغوطة والمتأثر إنسانيا بشكل كبير، والذي تصدر محطات الإعلام على مستوى العربي والدولي من أجل إنقاذ هذه المنطقة، ولكن تعتبر بالنسبة للنظام بأن الطوق الحاكم لمدينة دمشق واستعادته يشكل منفذ كبير جدا بالنسبة للنظام. هذا التغير على مستوى النظام والتغير على مستوى الشمال السوري، هناك لا شك القوات الأمريكية تتحرك على الأرض من خلال قوات سورية الديمقراطية المشكلة معظمها من حزب البيادي وبعض العشائر العربية المنخرطة الحقيقة في قوات سورية الديمقراطية، والتي تحاول من خلال القوات الأمريكية أن توزع الأدوار داخل سوريا من خلال تواجد العسكري، والتي أصرت فيه مؤخرا أنها لن تنسحب من هذه المنطقة حتى آخر رصاصة ممكن أن تطلق في سوريا بزريعة حماية المدنيين ونشر الديمقراطية، وهذا معروف مسبقا بالنسبة للقوات الأمريكية ودورها في العراق وباقي المناطق التي تدخل من خلالها عبر حروب الوكالة وعبر الاحتلالات الغير مباشرة. نعم تحدثت هنا أستاذ محسن على بشكل منطقي في الشمال السوري والوسط السوري، هنا يكون منطقة النفوذ للروس يمكن أن تكون لها بشكل كبير، وفي الشمال السيطرة للبيت الأبيض أو للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك أطراف فاعلة أخرى مثل إيران ومثل أيضا فرنسا التي تهدد على استحياء بأنها ستقوم بالتدخل، لا نعلم هل هو تدخل للاستهلاك المحلي الإعلامي أم هو تدخل عسكري إذا ما ثبت تورط أي جهة من الجهات باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، أقصد هنا طبعا غاز الكرول السام. هذا الموضوع مؤخرا صرح فيه ماكرون
وتحدث في هذه المسألة، والخارجية الروسية من خلال وزارة الدفاع ردت على هذا الموضوع بشكل مطول، وأنا أرى بأن هذا التصريح تصريح إعلامي ليس كما هو الروسي. هنا في الجنوب في الوسط موجودة إيران، وفي الحزام العاصمة دمشق، وأيضا في الجو وصانع القرار بالنسبة كثير من نتيجة عدم التوافق على حل الأزمة السورية التي باتت معضلة رئيسية إلى هذا التاريخ. نعم. إذن أستاذ محسن حزام الكاتب والمحلل السياسي السوري، كنت معنا مثريا للحوار فيما لا وصل به التدخل التركي في الشمال السوري. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة النقاشية من هنا من مكتبة الإسكندرية. غدا نلقى نقاشية جديدة. إلى الملتقى.